مساء الخير. نبدا جولتنا على اسواق اليوم مع رئيسة الاحتياط الفيدرالي الامريكي جانيت يالن، اللي اشارت لرفع الفيدرالي معدلات الفايدة قبل نهاية 2016 بحال حقق الاقتصاد النمو المتوقع. هالخطوة هي اول تحرك باتجاه رفع فايدة الدولار من 7 سنوات، اي من وقت الازمة المالية العالمية ب 2008. يالن ايضا بتشوف انه معدل التضخم رح يعود للصعود نحو المستوى المستهدف البالغ 2% مع ارتفاع اسعار النفط، الا انه رئيسة الفيدرالي الامريكي حذرت من أنه استمرار الاضطرابات باليونان والصين رح يسببوا بعض المخاطر على النمو بالولايات المتحدة. ومننتقل لليونان مع رضوخ البرلمان اليوناني لإجراءات التقشف الجديدة، إحدى الشروط اللي طالب فيها الشركاء الأوروبيين كجزء من خطة الإنقاذ بهدف إبقاء اليونان اللي كان على وشك الإفلاس بمنطقة اليورو. فقد وافق وزراء مالية المنطقة مبدئيا على 7 مليار يورو كقرض جديد لمساعدة اليونان على دفع المستحقات، ومن المقرر أنه يتم الإعلان رسميا عن القرض نهار الجمعة بعد تسوية البرلمانات الوطنية بمختلف الدول الأوروبية على صفقة الإنقاذ. ومننهي مع البنك المركزي الأوروبي اللي أبقى على أسعار الفايدة دون تغيير عن مستويات متدنية قياسية. إذن أبقى مجلس الإدارة المؤلف من 25 عضو على سعر الفايدة الرئيسي عن 0.05% باجتماع فرانكفورت، أما سعر الفايدة على الودائع ونسبة الإقراض الهامشة فبقوا على 0.2 و0.3% على التوالي. هيدي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة.